السلام عليكم، معكم هاديل 23 سنة، مصممة أزياء. إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. قدرت نجمع ما بين الدراسة ديالي والموهبة ديالتي في التصميم. أنا عندي دراسات ديال تسيير المقاولات، الحمد لله تمكنت أنني نجري بيناتهم. كاينة في تمارة بالضبط ميلانو، وكنجمع ما بين الأصالة والمعاصرة، ما بين العبايات وجليبات المغربيين الأصيلين وحتى قفطنات. روري ما كاين الجديد، هو كل موسم كيتميز بالجديد ديالو، لا في رمضان لا غير رمضان، وان شاء الله في رمضان كاين جديد في العبايات وحتى في الجليبات. ضروري ما كاين الاقبال لا في العبايات لا في الجليبات، حيت كل عام كيزيد الاقبال سورتو على الجلالب، على حساب كل عام وشنو الجليبات اللي كيطلبوا، وعلى حساب كل عام وشنو طالع في الطوندونس. الجليبات دو بياس كيتميزوا بالاصاله والمعاصره، من ناحيه الصناعه التقليديه، من ناحيه الدونتيل اللي خدمنا به، وجدت حتى عبايات. انا اصلا بديت بالعبايه من جميع انواعها، يعني بالعبايات العربيه والعبايات المغربيه.
تفعيل الجرس وضغط على زر أبوني بس يتلقون كل فيديو.